خلينا نفتح كتبنا المقدسة على إنجيل متى الإصحاح 13. إنجيل متى الإصحاح 13 حقرأ من عدد 44. يا ريت نوقف مع بعض على صفحة 19. إنجيل متى الإصحاح 13 على صفحة 19 من العهد الجديد. حقرأ من عدد 44 إلى نهاية العدد 46. عدد 44: أيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفا في حقل، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. مثلين: مثل الأول يشبه ملكوت السماوات كنز مخفى في حقل، وجده إنسان أخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى الحقل. والمثل الثاني: إنسان تاجر يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. تفضلوا. نتكلم اليوم عن مثل الكنز ومثل اللؤلؤة. هذا المثل يختلف عن الأمثلة الأخرى اللي حكاها الرب يسوع في متى 13، وهي انه المسيح في هذا المثل لم يشرحه ابدا. يعني الرب يسوع في متى 13 حكى مثل الزارع وشرحه، وقبل هذا المثل حكى مثل الحنطه والزوان وشرحه. يعني شنو شرحه؟ قال انه ابن الانسان هو اللي زرع الحنطه، وقال انه ابليس هو اللي زرع الزوان، وقال الحنطه هم بنوا الملكوت، والزوان من هم بنوا الشرير، بنوا الشيطان. فيسوع شرح المثل، لكن نشوف هذا المثل او هذين المثلين لم يعلق عليهم الرب يسوع. يقول يشبه ملكوت السماوات انسان تاجر يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما له واشتراها. السؤال اليوم اللي أريد أسأله لكم: يا ترى اللؤلؤة هي أنت؟ هي أنا؟ والمسيح هو التاجر؟ اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن هي أنت وأنا والمسيح هو التاجر، أو التاجر، أو أنا التاجر وأنت التاجر والمسيح هو اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن؟ أعيد السؤال: هل أنا وأنت اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن والمسيح هو التاجر، أو أنا التاجر وأنت التاجر والمسيح هو اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن؟ إياه من عنده. من يقول المسيح هو التاجر؟ المسيح هو اللؤلؤة. من يقول اللؤلؤة؟ أوكي. من يقول المسيح هو التاجر؟ من يقول التاجر؟ اوكي، بس القسيس يقول التاجر. زين، الاغلبيه هم اوكي. الجوابين صح،
الجوابين صح. لاحظوا هذا المثل، هذا المثل له وجهين والوجهين يكملون بعض. أحد الوجهين بدون الوجه الآخر الحقيقة ما راح تكون مثل ما المسيح يريد يوضحها. وأنا أعتقد أنه هذين الوجهين هما أكثر حقيقتين يأثرون في حياة الإنسان، وأكثر حقيقتين يغيرون مفهوم علاقتنا مع الرب. لاحظوا هذا المثل في الوجه الأول يقول لي هو شلون شايفني، أنا منو بنظره. فلو كان هو تاجر فهو شايفني لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن. وتعرفون أنا محتاج أن أعرف هو شلون شايفني، أنا محتاج أعرف هو شلون شايفني، لأنه أغلب الظن أنا شايف نفسي بشكل مختلف تماما. أنا غالبا شايف نفسي لؤلؤة عديمة الثمن، بس هو شايفني لؤلؤة واحدة غالية الثمن تستحق أنه يبيع كل شيء حتى يقتنيني. لكن أيضا في هذا المثل في الوجه الآخر يقول لي أنا شلون شايفه، هل أنا شايفه لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن؟ هل أنت شايفه لؤلؤة كثيرة الثمن رائعة الجمال فيه كل ما تحتاج لدرجة أنه أنت مستعد أنه تبيع كل اللي قدامك واللي وراك لكي تقتني؟ لاحظوا الوجه الأول للمثل هو شلون شايفني، والوجه الثاني للمثل أنا شلون شايف الرب. والوجهين أنا محتاج أشوفهم صح، لأنه واحدة من عندهم ما راح توصلني للعلاقة اللي هو يتمناها لي. ما راح توصلني وجه واحد من المثل ما راح يوصلني لحياة الشبع والتغيير الحقيقي اللي أقدر أعيشه وأقدر أجسد بينه هذا الملكوت. لهذا اليوم راح نشوف المثل قلنا من الناحيتين من الوجهين، وبالأخير راح نشوف شلون لما شخص شاف الرب، شاف من هو الرب وشاف نفسه في عيون الرب، حياته تغيرت ولم تعد حياته كما كانت من قبل. أمين. تعرفون هذا المثل يحتوي على ثلاث كلمات مفتاحية، ثلاث كلمات يعني ثلاث مفاتيح، كأنه ثلاث مفاتيح، ثلاث أسرار. لما يكون عندك تقدر تفتح هذا المثل، تفهم المثل كله. لاحظوا في مثل الكنز والحقل أنا راح أقول المثلين وأنتم راح تكتشفون الكلمات الثلاثة. في مثل الكنز والحقل يقول مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. لكن أيضا في مثل التاجر واللؤلؤة قال مضى وباع كل ما كان له واشترى هذه اللؤلؤة. يمكن تقول أنا حلو بس مو لدرجة أنه يبيع الكل حتى يقتنيني. ممكن هذا فكرك صح؟ يعني أنا زين بس يعني مو درجة أنه يبيع الكل. ويمكن تقول العكس، يمكن تقول هو حلو بس أكو أشياء هم حلوة فمو إلى درجة أنه أبيع كل شيء. هو حلو، من يقول هو حلو بس مو إلى درجة، أنت ما تقوله بس في داخلك وتصرفاتك وحياتك تشهد أنه مو إلى درجة أنه أبيع الكل حتى
أعطني. فكلمة السر موجودة في كلمة كل. مضى وباع كل ما كان له واشترى الحقل، مضى وباع كل ما كان له واشترى اللؤلؤ. كلمة السر الأولى هي كلمة كل. هذه الكلمة الصعبة اللي بدونها ما نقدر نفهم هو إيش ده يقصد. لكن أيضا ثاني كلمة مهمة، ثاني كلمة سر هي كلمة وجده. لما يقول يشبه ملكوت السماوات كنز مخفى في حقل، بعدين شو يقول؟ وجده إنسان. يعني مو صدفة وجده، الكنز ما كان موجود لا، الكنز كان مخفي في حقل، معناها الإنسان كان دي يدور حتى وجده، كان دي يدور حتى يلقي هذا الكنز. أيضا نفس الكلمة موجودة في المثل الثاني، يشبه ملكوت السموات إنسانا تاجر يطلب لآلة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، بمعنى شنو؟ بمعنى بحث. لاحظ، هو دور عليك حتى وجدك، حتى لقاك. وليد أقول لك، أنت تحتاج تدور علينه حتى تلاقيه، حتى تتقابل معه. أمين. أول كلمة كلمة كل، ثاني كلمة سر هي وجده، دور علينا. لكن أيضا ثالث كلمة نجدها تتكرر في المثلين هي باع واشترى. في المرتين لازم باع واشترى، بمعنى أنه أنت ما تقدر تشتري من دون ما تبيع كل. ما تقدر تشتري، قلوا لي يمك، ما تقدر تشتري من دون ما تبيع بالأول. بمعنى أكو شيء لازم أتركه حتى أنا أقدر أشتري شيء آخر. ما أقدر أشيل كل الأشياء مع بعض، لازم أبيع حتى أقدر أشتري. وكلمة اشترى بمعنى صارت ملكه، لأنه هو باع كل شيء واشترى. إذن ثلاث كلمات مهمة، ثلاث كلمات سر تكرروا في المثلين، كلمة كل، كلمة وجد، وكلمة باع واشترى. أمين. خلينا نرجع للوجه الأول من المثل، وخلينا نتأمل بالوجه الأول من المثل. والوجهين جميلين جدا، الوجهين مع المثل حلوين كثير كثير. الوجه الأول واضح جدا، الوجه الأول واضح جدا، المسيح هو التاجر. قل وياي، المسيح هو التاجر. أنا اللؤلؤة، هو فتش علي، هو ترك 99 وجاء يبحث عن الواحد الضال. وريد تأشر على نفسك، هو ترك 99 وراح يدور على الواحد الضال، لأنه ابن الإنسان جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. هو راح عند البير ليش؟ حتى يدور على المرأة السامرية. هو اللي جاء حتى يبحث عنه. هو التاجر، انتبهوا، هو التاجر. تاجر شنو؟ مجوهرات ثمينة. ولما هو يقول لك أنت لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، فهو يعني ما يقول. قل أنا لؤلؤة كثيرة الثمن. أنا لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن. أريد تصدق، قل أنا. قلوا أنت. أمين. تعرفون نحن فكرة أنه الله، نحن نقول موجودة بالكتاب، الله أحبنا فضلا. فكرة أنه الله أحبنا فضلا تسبب لنا
مشكلة كبيرة في حياتنا مع الرب، لأنه ما أعرف إذا أنت مثلي، بس مرات ممكن تفكر ويجي ببالك أنه الله حبوب، الله يحب كل الناس. قل الله يحب كل الناس، وبالتالي هو يحبني. الله يحب كل الناس فأكيد يحبني. بس قل بس، ويمكن أنت تفكر بهذا الشكل، الله يحب كل الناس، حبوب، طيب، قلبه طيب، يحب الجميع، بس هو ساد خشمه من ريحة العفنة، يعني مستحملني لأن هو يحب جميع الناس. مرات نفكر الله أحبنا فضلا، سببنا مشكلة بالتفكير، بس هذا التفكير خطأ. لأنه في إشعياء 43 يقول لشعبه، يقول لأولاده اللي عاصين، أولاده العاصين كلامه، يقول لهم اتصرت منه يكمل عزيزا مكرما وأنا قد أحببتك، أعطي أناس عوضا عنك والشعوب عوض نفسك. وكأنه ده يقول بما أنك عزيز، بين قوسين بما أنك غالي، بما أنك ثمين، بما أنه أنت مكرم، بما أنه أنت ثمين وغالي ونادر في عيني، فأنا حبيتك. قل أمين. لاحظوا، هو شايفني لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، بس أنا شايف نفسي رخيص. تعرفون ليش؟ لأنه لما أقارن نفسي مع الناس الآخرين أشوف شكلي ما يعجبني. لما أقارن نفسي مع الآخرين أشوف شكلي ما يعجبني، فأشوف نفسي عديم القيمة. لما أقارن مستواي الاجتماعي مع الآخرين أشوف نفسي أقل. لما أقارن ذكائي مع الآخرين أشوف نفسي أقل. لما أقارن حياتي الروحية مع الآخرين أشوف نفسي ما عاجبني، وبالتالي أنا شايف نفسي دون المستوى. تعرفون إحنا تربينا وربينا أولادنا على الدنيا، لكن الرب يجي ويقول لك أنت مو هكذا بعيوني، أنت عزيز، أنت مكرم، أنت غالي، وأنا أحبك، يقول الرب. قل أمين. أعطي أناس عوضا عنك والشعوب عوض نفسك، يعني أنت شعبي، أنت أولادي، وأنا أفديك بشعوب. أيامته في العهد القديم قال لهم أنتم شعبي، أنتم لي، وأنا أفديكم بشعوب. أيامته بالعهد القديم. في العهد الجديد شي يقول أنا أحبك وأنا ما أفديك بشعوب، أنا أفديك بنفسي، فداك على الصليب بنفسه. في العهد القديم أفديك بشعوب، لكن في العهد الجديد أنا أحبك وأنا أفديك بنفسي. بولس الرسول فهم هذا الكلام، قال الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي ودفع كل شيء من أجلي، لأنه أنا اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن. يوحنا الذهبي الفم قال هذا الكلام، قال لو كنت أنا الخاطئ الوحيد في هذا العالم لجاء المسيح ومات من أجلي. كثير ناس لما أقول لهم شوف بعيون الرب وشوف شون هو دا يشوفك، قال لي لا، يعني ما أقدر، يعني أخلي منو أنا حتى أشوف بعيون الرب؟ أنا إنسان قذر، أنا إنسان نجس الشفتين، ما أقدر أباوع بعيونه. لكن تعرف، طول ما أنت ما راح تشوف نفسك في عيون الرب، راح تبقى حياتك مع الرب معوقة، راح تظل تشحد من الناس القيمة، راح تظل تشحد من الناس حب، إلى أن تشوف
منو أنت في عيونه، إلى أن نشوف منو أنت اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن الذي من أجلها مضى وباع كل شيء واشتراك. يمكن تقول لا يعني هاي شوية مبالغة، الرب باع كل شيء واشتراني. خليني أقول لك، الذي ولد في مذود ترك عرشه وسماه، الذي ولد في مذود حقير، الذي افتقر وهو غني، الذي صلب ومات، ألم يبيع كل شيء حتى يقتنيك؟ من يقول أمين؟ لكن أيضا الوجه الثاني من المثل، والوجه الثاني من المثل اللي نحن معتادين علينا، معتادين نتكلم علينا، ومعظمكم ما عدا قصفرات رفعتم إيدكم، إنه هذا الموضوع إنه سهل شوية تعتقدون، بس هو بالحقيقة تطبيقه صعب جدا. نتكلم علينا كثير بس هو صعب، وهو إنه أنا شون شايف الرب، أنا شون شايف الرب. الرب شايفني لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن. يحتاج إنه رب يفتح عيونك حتى تشوف هذه الحقيقة. بس الموضوع الأصعب، أنا شون شايف الرب؟ هل أنا شايف إنه أنا محتاج إله فأدور علينه؟ مثل الرجل اللي يدور على كنز حتى لقانه؟ جاوب أنت بينك وبين نفسك، هل أنا، هل أنت مثل هذا التاجر اللي عنده أشياء كثيرة، عنده لآلئ كثيرة، كان خبير مجوهرات بس مو شبعان؟ تعرفون مو شبعان، يريد لقي اللؤلؤة الوحيدة حتى لقاها. هل في قلبي أشواق إنه ألاقيه، أو أنا مكتفي بالعندي؟ هل لما وجدت المسيح أنا وجدت هذه اللؤلؤة الواحدة الغالية الثمن، أو أنا وجدت مخلص؟ وجدت مخلص يغفر خطيتي، أمين. ممكن يشفيني، أمين. ممكن يخلصني، أمين. ممكن يلقي لي عروس، هللويا. ممكن يلقي لي شغل، هللويا. ممكن يطعمني، أمين. وما لو ما طعمني وما لقى لي شغل أدبر نفسي. سؤال، هل هو، هل يسوع بالنسبة لك هو إضافة جيدة مع بقية الأشياء، أو قل أو أنا وجدت اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن اللي من أجلها بولس يقول في فيليبي ما كان لي ربحا هذا حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل الأشياء خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أعتبرها نفاية. نفاية يعني شنو؟ يعني زبالة الزبالة. يا بولس شنو اللي عندك اللي خسرته؟ بولس يقول أنا فريسي من سبط بنيامين، بعد أنا عندي ماجستير في اللاهوت العبري على يد غملائيل أشهر معلمين اللاهوت في ذلك العصر، بعد من جهة الناموس أنا بلا لوم. كل هذه الأشياء جيدة يا بولس، ليش أنت دا تخسر كل هذه الأشياء؟ بولس قال لأنه هذه الأشياء وقفت ما بيني وبينه، هذه الأشياء خلتني متعصب،
هذه الأشياء خلتني مكتفي، هذه الأشياء خلتني أضطهد المسيح. ولما قارنت ما بين هذه الأشياء وبين شخص، ما بين الفلوس وبين شخص، ما بين الجاه والمركز وانه أنا فريسي، وما بين شخص، ما كان لي ربحا، هذا حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل الأشياء خسارة من أجل أن أربح المسيح. مبين ندمان يا بولس، أبدا أنا خسرت كل الأشياء وأنا أعتبرها زبالة الزبالة. تعرفون شنو نحن مشكلتنا؟ شنو مشكلتنا؟ نضحك. مشكلتنا أنه الرب صار عندنا من ضمن الأشياء الجيدة. يعني واحد يطعمني، يشربني، يحمي أولادي، يزوجني، يحرسني، يخلصني. خلينا نصلي، خلينا نقول آمين، مستفادين. فخليني أعتبره من ضمن الأشياء. بس بالنسبة إلي، بالنسبة إلك، يمكن ما صار الكل في الكل. يسوع صار بالنسبة إلنا رقم من ضمن الأرقام، شيء من ضمن الأشياء. أريد أقول لك، إذا تريد تدخل للسماء، هذا الموضوع ما ينفع ويانو أبدا. أنا أريد أكون وياكم واضح، هذا الموضوع أنه أكون عندي يسوع لاب الصليب، أصلي بإيدي على وجهي، أروح للكنيسة، أعدي واجباتي الدينية، ما راح يوصلك للسماء. يسوع مو إضافة، يسوع يا إما كل يا إما ما عندك يسوع. كلمة السر هي كلمة كل. تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك، كل، من كل قلبك. المشكلة أنه أنا أقبل المسيح من أجل غفران الخطايا، أنا أقبل المسيح من أجل أنه يخلصني، بس أنا ما أقبله اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن. المشكلة، اسمعوني، المشكلة أنه أنا في عيونه غالي جدا، أنا في عيونه غالي جدا، لكن هو في عيوني مو غالي جدا. هو في عيوني مو كل شيء، هو شيء من ضمن الأشياء، صح لو لا؟ هو في عيوني مو غالي جدا، مو غالي جدا. خليني أوضح ليش كلمة كل مهمة جدا. خلينا نطلع إنجيل متى صحاح العاشر، متى صحاح العاشر. هذه كلمات الرب، خذها بجدية. رب قال من أحب أبا، من عدد 37، متى 10:37، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، ومن وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. كلام راديكالي جدا. لو أحب أبا أو أما أكثر مني ما يستحقني، ابنا بنتا أكثر مني لا يستحقني، ما لا يأخذ صليبه ويتبعني لا يستحقني.
من وجد حياته يضيعها هم يستحقني، بس من أضاء حياته من أجلي يجدها. ليش هذه الشروط الصعبة يا رب؟ ليش؟ ليش هذه الشروط الصعبة؟ لسببين. لسببين. أولا لأنه أنت في نظره لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن. رب المجد لقاك لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، فما ينفع يكون في نظرك واحدة من اللآلئ. هذا مو عادل، صح ولا لا؟ إذا رب المجد شافك أنت لؤلؤة كثيرة الثمن، فأنت بس أنت واحد من اللآلئ، ما ينفع. هو أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أقل شيء، أقل شيء من عندي أن أحبه وأضع حياتي من أجله، أو بين قوسين أضيع حياتي من أجله. السبب الأول، الشرط الأول، ليش؟ لأنه في نظره أنت لؤلؤة واحدة، فما ينفع أنه أنت بالنسبة في عيونك هو واحدة من اللآلئ. لكن أيضا أكو شيء أهم، سبب أهم، واللي أريد أختم بينه اليوم، وهو أنه إذا ما كان يسوع هو حبي الأول وهو حياتي وهو قصة حياتي، أنه لي الحياة هي المسيح، فمعناها أنه أنا ما أعرفه لحد الآن. أنا أعرف عنه، أنا قريت عنه في الكتاب، لكني لم أتقابل معه لحد الآن. لا أعرفه كشخص، أعرف عنه، قرأت عنه، ممكن أصلي له، بس أنا ما عندي علاقة، ما عندي لقاء حي ويانه. كلامي صعب اليوم. في إشعياء 6 إشعياء يحكي قصته، إشعياء النبي يحكي قصته في إشعياء 6. يقول في سنة وفاة عزية الملك، يعني في وسط الحزن، لأنه عزية الملك كان عمه، يقال أنه كان عمه الإشعياء. في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأدياله تملأ الهيكل، وسمعت السرافيم ترنم. جدا ترنم: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فقلت: ويل لي، لأني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن وسط شعب نجس الشفتين. أنا شفت الرب، بس أنا لما شفت الرب أنا شفت نفسي ما أستاهل. فطار إلي واحد من السرافيم وأخذ جمرة من المذبح ولمس بها شفتي وقال: قد انتزع إثمك وكفر عن خطيتك. ثم سمعت صوت الرب قائلا: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فأجبت في الحال: ها أنا ذا، أرسلني. لاحظ، لما تشوف الرب، لما تشوف الرب، لما الرب يشيل القشور عن عيونك وتشوفه وتتقابل معه، تشوف نفسك على حقيقتها، تشوف نفسك خاطي، تشوف نفسك نجس، وعندها الرب يكفر عن خطاياك. إشعياء شاف الرب وشاف نفسه في عيون الرب، شاف نفسه خاطئ، ومن ذاك الوقت الرب طهره ولم تعد حياته كما كانت، وتحول هذا الشخص إلى نبي وكتب أعظم نبوات العهد القديم. ليش؟ لأنه رأى القدير. أمين. موسى قال: أرني مجدك. سؤالي اليوم لكل واحد، أنا خلصته، هل أنت تدور عليه؟ هل أنت تدور عليه؟ هل أنت اليوم مشتاق تشوفه؟ مشتاق تتقابل معه؟
هل هذه طلبتك اليوم؟ هل هذه أشواق قلبك اليوم؟ لحظة، الرب يريد أن يشوفنا من هو، لأنه لما أشوفه أشوف مجده، أشوف جلاله، أشوف بهاءه، أقدر أبيع كل شيء وأتبعه. تعرفون ليش نحن رافضين نبيع كل شيء؟ تعرفون ليش؟ لأننا لم نراه بعد. تكلم إلى أهل الكنيسة، تكلم الناس المحسوبين على المؤمنين، تعرفون ليش مو مستعدين تبيعون كل شيء؟ لأنكم لم تروه بعد، مع أنه واضح جدا. المشكلة أنه نحن شايفينه حلو بس مع بقية الأشياء، شيء حلو مع بقية الأشياء، لكن لما أشوفه صح أقدر أبيع كل الأشياء وقتني. لما أشوفه صح أقدر أقول من أجله كل تضحية تهون. لاحظ، كل اللي محتاج تعمله أنك تشوفه صح، تشوف هو شلون يشوفك. والمثل هذا ممكن يغير حياتك، المثل هذا، لأن المثل هذا يشرح هو شلون شايفك، وانت لازم تاخذ قرار شلون شايفه. خلينا نقف مع بعض ونصلي. إذا عمرك ما شفته، إذا عمرك ما شفته، ريت ما نتحرك، ريت ما نتحرك. إذا عمرك ما شفته، أنا أدعوك اليوم أنه تدور عليه. أدعوك اليوم أن تقول له أرني مجدك. قل له خليني أشوفك أحلى من أي شيء آخر. قل له خليني أشوفك اللؤلؤة الواحدة كثيرة الثمن، وكن فرحان أن أبيع كل شيء، لأني أعرف بالتالي راح أكون ربحان. أرجع أقول، هل أنت مشتاق تشوفه؟ هل أنت تدور علينا؟ هذه طلبتك اليوم؟ هل هذه أشواق قلبك اليوم؟ أنا ماذا أقول لك اليوم؟ بيع قبل ما تجده، لكن دا أقول لك دور علينه، ولما تلاقيه اذهب بيع كل شيء اشتري. يسوع ما قال بيع وبعدين دور، يمكن ما تلقي. يسوع سهل الموضوع جدا. بس تعرفون أكثر شيء خليك ما تدور، إنه أنت شايف نفسك، شايف نفسك مو محبوب، شايف نفسك عديم الثمن. أرجوك، أرجوك افهم أنه أنت لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن. أنت ابنه، أنت بنته، أنت ابنه مهما عملت، أنت بنته مهما عملتي، مهما عملتي. تحتاج أنه تصرخ للرب، تحتاج أنه تجي بتوبة، تحتاجين تجين بتوبة. مهما عملت، مهما الابن عمل، مهما البنت عملت، أبوك السماوي شايفك لؤلؤة كثيرة الثمن. قل يا رب افتح عيوني واصرخ.
قل يا رب افتح عيوني حتى أشوفك، افتح عيوني حتى أشوفك، افتح عيوني حتى أشوفك، أرني مجدك، أرني مجدك، خليني أشوفك أحلى من أي شيء آخر، خليني أشوفك لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن. يا رب تعال اليوم ابهرني بيك، تعال خليني أشوفك في مجدك وجلالك، خليني أشوفك في بهائك وجمالك. يا رب خليني أدرك أنه أنا رح أكون ربحان لما أبيع كل شيء وأقتنيك. يمكن شايف نفسك اليوم عديم القيمة، شايف نفسك مو محبوب، يمكن أنت شكلك مو عاجبك، مستواك الاجتماعي مو عاجبك، ذكائك مو عاجبك، لكن هو شايفك لؤلؤة واحدة غالية الثمن، هو شايفك غالي وشايفك ثمين وشايفك نادر وشايفك مكرم وشايفك ذو قيمة. قل يا رب خليني أفهم، خليني أفهم وأدرك مقدار محبتك لي. تعال يا رب إعلان، تعال يا رب إعلان لحياتي حتى أشوف نفسي في عيونك أنت. قل يا رب سامحني، سامحني يا رب مرات كثيرة، مرات كثيرة يا رب أنت كنت يا رب مو كل شيء في حياتي، سامحني يا رب، سامحني يا رب، سامحني يا رب لأنه شفتك شيء حلو من ضمن الأشياء، سامحني يا رب لأنه أنا كنت رافض أن أبيع كل شيء لأقتنيك. لكن اليوم شيل البرقع عن العيون، شيل يا رب البرقع عن العيون، شوفنا جمالك وبهائك وروعتك، وانت فاتح ذراعيك وانت تنادي وانت تنادي وانت تنادي يا رب، وانت تنادي وانت تنادي، تعالوا إلي، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. تقدر تجي اليوم، تقدر تفتح قلبك اليوم، تقدر تنادي على يسوع اليوم، تقدر اليوم تبيع وتشتري، قلوا يا رب أنا وجدتك، أنا وجدتك، أنا وجدتك، سمحني يا رب لأنه كنت أريدك من ضمن الأشياء وأنت ترفض هذا، يا إما أنت تريدني كاملا يا إما ما تقبل، ما تقبل أنه أنت تكون من ضمن الأشياء يا رب. ساعدني أبيع واشتري، ساعدني أخذ قرار، ساعدني أسلم حياتي، أنا جاي يا رب، أنا جاي بتوبة، قلوا أنا جاي بتوبة، أنا جاي بتوبة، أنا جاي أسلم حياتي، أنا جاي أطلب غفرانك، أنا جاي أطلبك مخلص شخصي لحياتي. صلي وراي هذه الصلاة، قل يا رب ارحمني، يا رب أنا أفتح قلبي إليك، أنا أسلم حياتي إليك، وندعوك تكون ملك وسيد ورب وإله مخلص، ونريدك يا رب تفتح عيوني حتى أشوفك في مجدك، وأنا أريد يا رب أن تبهرني بك للدرجة أنه أخذ قرار أنه أبيع كل شيء وأقتنيك. نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي، نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي، من لي سواه في السماء ومعه أيضا لا شيئا فهو كفاية.
إبري يعني ذهب اللي عندي ألقي على تراب الأنبياء فهو يكون كبرا لي ويكون ذهبي ويكون كنزي ويكون قسمتي ونصيبي. فأنا لك ولغيرك لن أكون. فأنا ولغيرك لن أكون ولأجلك كل تضحيتي تهون. ليس مثلك من يحبني بفؤادي ليس مثلك من يحبني بفؤادي ونقول فأنا لك. خلينا نقف مع بعض بس اسمع كلمات الترنيمة أنت ما تعرفها بس قولها بقلبك. فأنا لك ولغيرك لن أكون. فأنا لك ولغيرك لن أكون ولأجلك كل تضحية تهون. ليس مثلك من يحبني ليس مثلك من يحبني بفؤاده. ارفع يدك واصرخ للرب قل انا لك ولغيرك لن اكون. انا لك ولغيرك لن اكون. أنا لك ولغيرك لن أكون. أنا لك ولغيرك لن أكون. أنا لك ولغيرك لن أكون. ولأجلك كل تضحية تهون. ولأجلك كل تضحية تهون. ولأجلك كل تضحية تهون. ساعدنا يا رب أن نتخلى يا رب نتخلى أنه نترك كل شيء ونتبعك. ساعدنا يا رب. هذا وقت يا رب أخذ القرارات يا رب. تعال تعامل مع إرادتنا. تعال يا رب اخترق قلوبنا بمحبتك بسهام محبتك. شوفنا اللي عملته من أجلنا على الصليب. شوفنا أنك أنت تركت عرشك وسماك افتقرت وأنت الغني مت على الصليب وأنت رب المجد. يا رب ساعدنا نترك ساعدنا نتخلى عن الجسد نتخلى عن الماديات نتخلى عن التراب. يا رب أرجوك تعامل مع أخوتي وأخواتي. يا رب يا رب لا تخلي عيوننا تنزل على التراب. خلي عيوننا عليك خلي عيوننا عليك وابهرنا بيك. شوفنا جمالك شوف
ظروفنا بهاء، شوفنا روعتك، شوفنا عيوننا، نفسنا بعيونك، شوفنا يا رب من نحن بعيونك. انت لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، هذا اكيد، هذا اكيد، بس اللي مو اكيد، هل هو في عيونك لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن؟ هل انت شايفه بهذا الشكل؟ لو انت ما شايفه قلو افتح عيوني، قل يا رب افتح عيوني حتى اشوفك، حتى اشوف غلاوتك، حتى اشوف انه انت كل شيء، تستاهل كل شيء، تستاهل انه اترك كل شيء من اجلك. يا رب انا اصلي يا رب انه الناس اللي ما ماخدين قرارات لك، انت هذا الوقت تتعامل معهم يا رب. يا رب العالم يفنى ويزول، كل شيء يا رب يزول، كل شيء يزول، انت الباقي وحدك، انت الباقي وحدك يا رب. شيل عيوننا من الماديات، شيل عيوننا من التراب، شيل عيوننا من هذه الحياة اللي على الأرض، هذه الحياة فانية، خلي عيوننا على الحياة الأبدية يا رب، خلي عيوننا عليك، خلي رجانا فيك. أجله ألقي تبري على طول.